التقى صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس الاتحاد الدولي لكره القدم الفيفا جياني انفانيت انفانتينو وجرى استعراض مجالات التعاون الرياضي مع الاتحاد الدولي لكره القدم والفرص الواعده لتطويرها. حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الامير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضه ورئيس الاتحاد السعودي لكره القدم ياسر المسحل.